هو في الحقيقة المجتمع يوجد فيه نقص فيتامين د كتير. يمكن برضو مهول شوية بس فيه نقص فيتامين د ما فيش شك. احنا كنا بنشوف الكلام ده في من جاي من الخليج من زمان، وللأسف بقى موجود في المجتمع المصري. ايه المشكلة؟ المشكلة انه ما بنقعدش في الشمس كفاية. لما بنقعد في الشمس بنبقى من وراء ازاز جوه عربيه ورا في تكييف ولا حاجه زي كده، ولما بنخرج الشمس معظمنا رجاله وستات نبقى لابسين كل هدومنا، ما فيش جزء كبير من الاشعه بتخش على الجلد مباشره. صح، تمام. فاصبح عندنا مشكله انه ما بنتعرضش للشمس كفايه. ضيف على كده حضرتك ان معظم بيوتنا ما بقاش بيخشها شمس بالذات في المدن. صحيح، احنا بنقول ان فوق ال 90% يمكن في احصائية اخرى 93% وفي احصائية 95% من السيدات اللي بيعيشوا في مدن مصر المحروسة ما بيشوفوش شمس كفاية، عندهم نقص فيتامين دي نسبيا. ضيف على كده كمان مشكلة انه اطفالنا وشبابنا في معظم شهور الصيف بيسهروا طول الليل ويصحوا على العصر وكانش المغرب. وده طبعا ده يعني سلوك غير مقبول، يعني غير للاسف الشديد. فكل العوامل دي ادت الى ظهور تفشي نقص فيتامين د. الموضوع ده لازم احنا نكون واعيين بيه ونعمل حاجتين احنا نعملهم وحاجه مطلوبه من الدوله. الحاجتين احنا نعملهم احنا نتعمد ان احنا نقعد في الشمس طريقة مباشرة، ونخفف من ملابسنا بحيث ان احنا الجلد ايدينا يتعرض لاشعه الشمس. صحيح. تاني حاجه اللي مش هيقدر يعمل كده وباستمرار، وده معظم الناس مش القله، لازم ناخد فيتامين د. ولو بكميات بسيطه. والفيتامين د في منه نوعين، انواع واشكال طبعا، يعني قصدي في الجرعات، في المره النوع اللي بيتاخد مره في الاسبوع وفي اللي بيتاخد كل يوم. انهي افضل يا دكتور؟ لان برضو طلعت اراء قالوا انه اللي بيتاخد يوميا دلوقتي بجرعه اقل هو الافضل، قدره الجسم على الامتصاص بتكون اعلى، فهل ده كلام مظبوط؟ خليني اخد خطوه لورا يا محمد بيه واقول لحضرتك انه نقول الاول في الحقن وفي الاقراص. الحقن اسرع. في حقن كمان. لكن مش عايز اقول اقل امانا، بس الاقراص امن سن. الاقراص امن. امن سن. الاقراص في منها اسبوعيا وفي منها كل يوم. بصراحه الامتصاص بتاعته الاسبوعيا بيشتغل بطريقه غير اللي بتشتغل كل يوم. كل يوم تعتمد على المستقبلات. عدد المستقبلات المتاحه عشان تمتص، لكن اللي بتتاخد كل اسبوع او كل شهر بتبقى عن طريق انه بيزود التركيز جوه الامعاء فيتغاضى عن المستقبلات. تمام. الاثنين بيوصلوا نفس النتيجه، بس في الناس اللي عندهم مشاكل اعمق اللي كل اسبوع اقوى بيكون اقوى مش هستنى المستقبل. لكن في الحته دي التحليل انا ما بطلبوش كتير، لكن الناس كبار بنحاول ناخد 600,000 وحده في السنه بغض النظر عن انه يتاخد اسبوعيا ولا اسبوعين شهريا او حقن.